خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد. فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أيها الرجل، فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتجدد حزني فبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين؟ فقال له الصبي: أكيف أرضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره، فأطعمه وألبسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع الصبي. وما يضحكك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشبعت، وكنت عاريا فكسيت، وكنت بغير آبٍ
وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخواتي. فقال له الصبيان: يا مع رسول الله. شكرا.